الدفاعات السعودية تعترض مسيرتين مفخختين أطلقت تجاه خميس مشيط، والتحالف يؤكد تعمد الميليشيات استهداف المدنيين. القوات العراقية تحبط خلال أسبوعين نحو 20 هجوما على أبراج الكهرباء، والكاظمي يدعو لإجراء الانتخابات في موعدها. رئيس الجزائري يتهم جهات بالسعي لضرب وحدة الجزائريين ويؤكد وقوف بلاده إلى جانب تونس وليبيا. أطيب التحايا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية. إذا اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة. وقال تحالف دعم الشرعية إن الهجوم يأتي في إطار استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد التحالف أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. في الملف اليمني أيضا، رحب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بتعيين المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جراندربورغ، مؤكدا ضرورة تعاون الحكومة معه لتسهيل مهامه وتعزيز فرص السلام المبنية على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها والمدعومة محليا وإقليميا ودوليا. وأكد الرئيس اليمني خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني رفض التجربة الإيرانية من القيادة والشعب اليمني بشكل مطلق. كما أشاد الرئيس هادي بالموقف السعودي الثابت في الدفاع عن الشرعية اليمنية. وشدد الرئيس اليمني على الرغبة الدائمة نحو السلام والتجاوب من قبل الشرعية مع جميع المبادرات الرامية لحقن الدماء وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. ودعا الرئيس هادي إلى ضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ليسهم في توحيد الجهود لمعافاة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني. في العراق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة إحباط هجمات كانت تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين. وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لتلفزيون الإخبارية العراقي إحباط 18 محاولة لاستهداف أبراج الطاقة خلال تلك الفترة. احنا احبطنا اكثر من 18 عملية استهداف لأبراج الطاقة الكهربائية، وكان استهدافهم ضمن مناطق ممنهجة ومعينة، ولكن جهدنا الاستخباري والأمني استهداف نوعي عملنا بالضبط تمكننا من إيقافها. في بعض الأحيان يتمكن مثل ما ذكر للوصول للهدف ولكن هناك بعض المناطق هو ليس تبرير الحقيقة. هذه المناطق تكون إما جغرافيتها صعبة جدا، يختار التنظيم الإرهابي أن يذهب في مناطق يوجد فيها البرج، في مناطق صعبة أن تصل إليها القوات. عالجناها بالكاميرات الحرارية، عالجناها بالمراقبة، وعالجناها أيضا بالكمائن الليلية وكذلك الكمائن التي توزع في أوقات مختلفة، أيضا المراقبة الجوية المستمرة. أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية توقف خط لنقل الطاقة في نينوى نتيجة تعرضه لعمل تخريبي. وأوضحت الشركة في بيان أن خط شرق الموصل سد الموصل توقف نتيجة تفجير عبوة ناسفة على أحد الأبراج، ما أدى إلى إضعاف أو ضعف في تجهيز الطاقة في عموم محافظة نينوى. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في أكتوبر المقبل. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن الكاظمي شدد خلال لقائه عضو مجلس النواب عدنان الزرفي على أهمية توفير متطلبات الدعم للمفوضية العليا للانتخابات وبقية الأجهزة المعنية للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها. كما بحث الجانبان عددا من القضايا إضافة إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة. رحب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بمغادرة إحدى وحدات قوات التحالف وعودتها إلى قواعدها في الكويت. وأشار الأعرجي إلى أن الخطوة جاءت استجابة لمخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة
الأعرجي أوضح في تغريدة له أن العراق يرحب بمغادرة قوة الأفق التابعة لقوات التحالف الدولي وعودتها إلى قواعدها في الكويت، وبين أن الخطوة هي تأكيد لما تم الاتفاق عليه والتزام ومصداقية للطرفين. تنطلق اليوم في ستوكهولم محاكمة الإيراني حميد نوري والمتهم بالتورط في مجازر لتصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق في إيران. وفقا للادعاء السويدي فقد تم اتهام أو اتهم المدعوون العامون السويديون نوري بارتكابات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار. حميد نوري تم توقيفه في نوفمبر من العام 2019 في ستوكهولم. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة افتراضية لمناقشة أمن الملاحة البحرية. هذه الجلسة تعقد بطلب من الهند التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر، ويديرها افتراضيا رئيس الوزراء الهندي. حمل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت الدولة اللبنانية والجيش مسؤولية ما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأكد أن إيران تشكل خطرا واضحا على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي. حفل تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران حمل رسائل للإقليم والعالم سرعان ما ترجمت على الأرض. فالهجوم على السفينة ميرسر ستريت أعاد للواجهة التهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية في المنطقة. الهجوم على السفينة التي يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي بطائرات مسيرة حملت إسرائيل ودول كبرى مسؤوليته لإيران. إسرائيل حملت إيران أيضاً مسؤولية ما جرى من إطلاق صواريخ كاتيوشا من جنوب لبنان على إسرائيل. بدورها تل أبيب تتحضر لرد ملغوم حسب توقيتها، ووجهت رسائل تحذيرية في عدة اتجاهات من على منبر الحكومة، حيث حمل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت الدولة اللبنانية والجيش مسؤولية ما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق النار تجاه أراضيها، ولا يعنيها إذا كانت منظمة فلسطينية هي التي تطلق النار أو غيرها. بنت صعد لهجته أكثر ضد إيران، معتبراً أنها تشكل خطراً واضحاً على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي، ويجب أن تدفع ثمن الهجوم على سفينة ميرسر ستريت. تصعيد إقليمي سمع صداه في بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي الذي دان بأشد العبارات الهجوم على سفينة ميرسر ستريت، وأكد أن جميع الأدلة تشير لإيران، مضيفاً أن تلك الأفعال المتهورة الأحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي ويجب أن تتوقف لضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي. في لبنان أكد وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي للحدث أن انتقاد ميليشيات حزب الله لقضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار يؤكد أن الأخير يمضي في الاتجاه الصحيح نحو معرفة المتورطين في الانفجار والحقيقة التي تحاول ميليشيا حزب الله إخفائها. اليوم مجرد ما أنه هو بلش يتجه نحو الهدف لا يقدر يعني لمح يعني من خلال إجراءاته عطى إشارات أنه بالاتجاه الصحيح نحو كل إنسان متورط في هذه القضية، وتشعر حزب الله اللي هو مورط بهالقضية أنا بري على الأقل باستخدام النترات وإشراف عليها وحمايتها بالمرفأ والإشراف على توزيعها، اليوم للأمانة هو عم يعمل عملية استباقية قبل ما يطلع قراره الاتهامي، لأنه فعلا هو من الشجاعة ما يكفي ليسمي الأمور بأسماءها، اليوم عملوا هجوم عليه بهالمعنى هذا. وحول تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله بشأن عدم معرفة ميليشياته بما يجري بمرفأ بيروت، أكد ريفي أن لدى ميليشيات حزب الله حضور ونفوذ مباشر بالمرفأ، وتتحصل على رسوم لإخراج الحاويات من دون رسوم جمركية أو تفتيش. كل اللبنانيين بيعرفوا أنه كان في مربع جمركي لحزب الله بالمرفأ بيروت، كان في مربع أمني لحزب الله بمرفأ بيروت، هذا الكلام لا ينطوي على أحد نهائياً، مثل إنسان عم يحاول يغش حاله تماماً، واللي بيعرف أنه بمرفأ حيفا ماذا يوجد، الأولى في أنه يعرف مرفأ بيروت ماذا يوجد، وعنده حضور مباشر، وكل اللبنانيين على الأقل حاعطيك مثال، أي تاجر لبناني عنده كونتينر بمرفأ بيروت بيدفع كان $5000 لحزب الله،
يخرج الكونتينر دون رسوم جمركية وبدون تفتيش وبدون أي شيء وبيوصلوا له محل ما بده. اللي عنده هالنفوس هذا أنا برأيي نعم لا يمكن أن يكون لا يعرف ماذا يوجد في مرفق غيره. في الجزائر اتهم الرئيس عبد المجيد تبون اطرافا بالسعي لضرب لحمة الجزائريين والمساس بالقوات المسلحة. تبون اوضح في مقابلة مع الصحافة الوطنية ان الجيش هو العمود الفقري للدولة والضامن الدستوري لها. الجيش هو العمود الفقري تاع الدولة. معروف الجيش ومش من اليوم لان بلاد ثورية. والجيش سليل جيش التحرير الوطني. هو اساس هو المحرر هو الضامن ودستوريا وحتى من خلال إعلان أول نوفمبر الناس يمسوا الجيش باش ينحي لك الحماية لأن عارف باللي اللحمة وضمان اللحمة تاع الجزائريين في كل الميادين هو الجيش. لما تكون أزمة تاع ناس يبغوا يمسوا الوحدة الوطنية هذي ما يتصدر لهم إلا الجيش. من طبع الجزائري كفرد ولا كوطن ما نحبوش اللي يدخل لنا في مشاكلنا الداخلية. تن ما نقدرش أنا ندخل في مشاكل الداخلية نتاع شقيق تونس أولا. ثانيا يد المساعدة ممدودة لشقيقة تونس في السراء وفي الضراء وإحنا مع تونس في السراء وفي الضراء وتونس تحل مشاكلها بنفسها وقادرة تحل مشاكلها بنفسها بدون ضغط يضغط عليها حتى واحد وحنا ما نقبلوش باش يضغطوا عليها الناس مهما كانوا. وبشان ليبيا قال الرئيس الجزائري ان الحكومه الليبيه تعرف ان الجزائر سند لها دون ان تكون لها اطماع في ليبيا. ليبيا هم الليبيين كل يقولوها. الاخ دبيبه ولا الاخ المنفي رئيس المنفي من يستقبلناهم كل يعني يحسوا بنوع من الارتياح لما يجوا الجزائر. ما كان خلفيات ما كان كذا ما كان وعارفين باللي الجزائر سند لهم في كل الظروف والبلد الوحيد اللي ما عنده حتى أطماع. النشرة انتهت مشاهدينا. المزيد من الأخبار تجدونها على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم التفاعل معها. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك. حاضرك، مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعدا في كل يوم. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين سالوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. We'll be right back.
الدفاعات السعودية تعترض مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه خميس مشيط، والتحالف يؤكد تعمد الميليشيات استهداف المدنيين. الرئيس اليمني يرحب بتعيين المبعوث الأممي الجديد ويدعو الحكومة إلى التعاون وتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام. القوات العراقية تحبط خلال أسبوعين نحو 20 هجوما على أبراج الكهرباء، والكاظمي يدعو لإجراء الانتخابات في موعدها. الرئيس الجزائري يتهم جهات بسعي لضرب وحدة الجزائريين ويؤكد وقوف بلاده إلى جانب تونس وليبيا. طابت وقتكم مشاهدينا وأهلا بكم. إذن اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة. وقال تحالف دعم الشرعية إن الهجوم يأتي في إطار استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد التحالف أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. رحب الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جروندبورغ، مؤكدا ضرورة تعاون الحكومة معه لتسهيل مهامه وتعزيز فرص السلام المبنية على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها والمدعومة محليا وإقليميا ودوليا. وأكد الرئيس اليمني خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني رفض التجربة الإيرانية من القيادة والشعب اليمني بشكل مطلق. كما أشاد الرئيس هادي بالموقف السعودي الثابت في الدفاع عن الشرعية اليمنية. وشدد الرئيس اليمني على الرغبة الدائمة نحو السلام وتجاوب الشرعية مع جميع المبادرات الرامية لحقن الدماء وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. ودعا الرئيس هادي إلى ضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ليسهم في توحيد الجهود لمعافاة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني. أعلن المرصد اليمني للألغام توثيق أكثر من 100 ضحية جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق اليمنية خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي. وأكد المرصد سقوط 44 قتيلا مدنيا من بينهم 11 طفلا وسبع نساء وخبير في نزع الألغام. وأشار المرصد الحقوقي إلى إصابة 57 شخصا بينهم 17 طفلا وأربع نساء وعامل في نزع الألغام أيضا. ولفت إلى أن الألغام الحوثية أدت إلى أضرار مادية كبيرة، وأن معظم الضحايا والخسائر كانت في المديريات الساحلية جنوب محافظة الحديدة وغرب محافظة تعز وفي مديرية خبو الشعف بمحافظة الجوف. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن أكثر من 8,100,000 طفل يمني يحتاجون لمساعدات تعليمية طارئة بسبب الصراع الدائري في بلادهم. وأوضحت المنظمة في تغريدة لها أن هذا الرقم هو أكثر بنحو 8 أضعاف عما كان عليه قبل بداية الحرب، وطالبت يونيسف بوقف الحرب حتى يستطيع الأطفال اليمنيون عيش طفولتهم. دشن ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إلكترونية تحت هاشتاج تحرير الاتصالات مطلب وطني، لمطالبة الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات والإنترنت من قبضة ميليشيات الحوثي التي تستخدمها في حربها ضد اليمنيين. حملة المطالبة بتحرير الاتصالات من قبضة ميليشيات الحوثي تأتي بعد 7 سنوات من الدعوات المستمرة واستخدام الميليشيات للاتصالات كسلاح متعدد الأغراض في حربها ضد اليمنيين وأداة للتجسس عليهم ومورد هام جنت منه عائدات مالية تفوق الإيرادات النفطية. ولأهمية هذا القطاع تؤكد تقارير من صنعاء أن زعيم التمرد عبد الملك الحوثي أشرف عقب الانقلاب على تشكيل لجنة من ضباط أمنيين وعسكريين للسيطرة على قطاع الاتصالات مستعينا بخبراء تم تدريبهم في إيران والعراق ولبنان.
أسندت لهذه اللجنة مهام عسكرية وأمنية وتجسسية متعددة باستخدام شبكات الاتصالات والإنترنت على كامل الأراضي اليمنية بما فيها مناطق سيطرة الشرعية. ووفقاً لمصادر في صنعاء، تمكنت الميليشيات من تسخير سيطرتها على قطاع الاتصالات لجمع إيرادات ضخمة تصل إلى 500 مليار ريال خلال السنوات الماضية، ولممارسة أعمال الرقابة والتجسس على أرقام قيادات وضباط في الحكومة الشرعية ومراقبة المناوئين للميليشيات من السياسيين والوجهاء وشيوخ القبائل في مناطق سيطرتها وفي عملياتها العسكرية من خلال مراقبة المكالمات ورصد الإحداثيات وتوجيه المسيرات وفي قطع خدمة الإنترنت على بعض المناطق خلال الهجمات العسكرية للميليشيات. الميليشيات استولت أيضاً على سجلات وبيانات لشركات الاتصالات مثل يمن موبايل وسبأ فون وMTN، وتولت عبر لجنة التجسس التي شكلتها اختراق حسابات المسؤولين وكبار الضباط والقادة السياسيين في منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال مراقبة شبكة الاتصالات تمكنت من اعتقال عدد كبير من اليمنيين لمجرد التعبير عن آرائهم أو قدومهم من مناطق سيطرة الشرعية. في العراق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة إحباط هجمات كانت تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين. وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لتلفزيون الإخبارية العراقي إحباط 18 محاولة لاستهداف أبراج الطاقة خلال تلك الفترة. احنا احبطنا اكثر من 18 عملية استهداف لابراج الطاقة الكهربائية، وكان استهدافهم ضمن مناطق ممنهجة ومعينة، ولكن جهدنا الاستخباري والامني استهداف نوعي عملنا بالضبط تمكننا من ايقافها. في بعض الاحيان يتمكن مثل ما ذكر للوصول للهدف ولكن هناك بعض المناطق هو ليس تبرير الحقيقة. هذه المناطق تكون اما جغرافيتها صعبة جدا، يختار التنظيم الإرهابي أن يذهب في مناطق يوجد فيها البرج، في مناطق صعبة أن تصل إليها القوات. عالجناها بالكاميرات الحرارية، عالجناها بالمراقبة، وعالجناها أيضا بالكمائن الليلية وكذلك الكمائن التي توزع في أوقات مختلفة، أيضا المراقبة الجوية المستمرة. أعلنت الشركة العاملة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية توقف خط لنقل الطاقة في نينوى نتيجة تعرضه لعمل تخريبي. وأوضحت الشركة في بيان أن خط شرق الموصل سد الموصل توقف نتيجة تفجير عبوة ناسفة على أحد الأبراج، ما أدى إلى ضعف في تجهيز الطاقة في عموم محافظة نينوى. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في أكتوبر المقبل. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن الكاظمي شدد خلال لقائه عضو مجلس النواب عدنان الزرفي على أهمية توفير متطلبات الدعم للمفوضية العليا للانتخابات وبقية الأجهزة المعنية للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها. كما بعث الجانبان عددا من القضايا إضافة إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة. تنطلق اليوم في ستوكهولم محاكمة الإيراني حميد نوري والمتهم بالتورط في مجازر لتصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق في إيران. ووفقا للادعاء السويدي، فقد اتهم المدعون العامون السويديون نوري بارتكابات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار. حميد نوري تم توقيفه في نوفمبر من العام 2019 في ستوكهولم. We'll be right back.
هذا وقال السجين الإيراني السابق إيراج مصداقي إن القاضي الإيراني حميد نوري الموقوف في السويد كان يحتفل بالكعكة والحلوى بعد كل عملية إعدام لمجموعة من السجناء. After they kill a group of prisoners, they made celebration and party. He distribute cake and cookies to themselves, and he also came to the death corridor where we were sitting there. He offered us. He wanted to put pressure on us, you know, and he asked us to take a roulette and some cake. He said, you know, in Persian, when we are happy, when we have celebration, he says, make your mouth sweet. And he asked us to take part in their party and in their celebration. هذا وطالب نصر الله مرندي أحد الشهود والمشتكين على القاضي الإيراني الموقوف في السويد طالب بالاستمرار للضغط حتى تتم محاكمة كل من إبراهيم رئيسي والمرشد خامنئي لأنهما متورطان في القمع على حد قوله. بلکه باید در ادامه این محاکمه رئیسی به عنوان رئیس جمهور این و خامنه‌ای به عنوان کسی که نقش تعیین کننده در آن زمان در حق این احکام داشتند بر جنایت علیه بشریت محاکمه بشن. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة افتراضية لمناقشة أمن الملاحة البحرية. هذه الجلسة تنعقد بطلب من الهند التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر ويديرها افتراضيا رئيس الوزراء الهندي. حمل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت الدولة اللبنانية والجيش مسؤولية ما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأكد أن إيران تشكل خطرا واضحا على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي. حفل تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران حمل رسائل للإقليم والعالم سرعان ما ترجمت على الأرض. فالهجوم على السفينة ميرسر ستريت أعاد للواجهة التهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية في المنطقة. الهجوم على السفينة التي يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي بطائرات مسيرة حملت إسرائيل ودول كبرى مسؤوليته لإيران. إسرائيل حملت إيران أيضاً مسؤولية ما جرى من إطلاق صواريخ كاتيوشا من جنوب لبنان على إسرائيل. بدورها تل أبيب تتحضر لرد ملغوم حسب توقيتها ووجهت رسائل تحذيرية في عدة اتجاهات من على منبر الحكومة. حيث حمل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت الدولة اللبنانية والجيش مسؤولية ما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق النار تجاه أراضيها ولا يعنيها إذا كانت منظمة فلسطينية هي التي تطلق النار أو غيرها. بنت صعد لهجته أكثر ضد إيران معتبراً أنها تشكل خطراً واضحاً على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي ويجب أن تدفع ثمن الهجوم على سفينة ميرسر ستريت. تصعيد إقليمي سمع صداه في بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي الذي دان بأشد العبارات الهجوم على سفينة ميرسر ستريت وأكد أن جميع الأدلة تشير لإيران، مضيفاً أن تلك الأفعال المتهورة الأحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي ويجب أن تتوقف لضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي. في مقابلة مع الحدث أعرب ريتشارد راتكليف زوج السجينة البريطانية والإيرانية الأصل نازنين زاغري المعتقلة في سجون إيران منذ 5 سنوات أعرب عن أمله في أن تساهم الحكومة البريطانية بإطلاق سراح زوجته، كما أعرب عن أمله أيضا بعدم استخدامها من قبل إيران كورقة مساومة. تم سجنها من قبل السلطات الإيرانية في ظل ظروف صحية سيئة للغاية وسعينا للحصول على إطلاق سراحها، ولكن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن ونسعى لإشراك الحكومة البريطانية في هذه المساعي، وبالتالي وجهت طلبا للأمم المتحدة يوم الجمعة وحاولت أن أشرك مجموعة العمل ضد الاحتجاز القسري للتعاون في هذه الجهود للإفراج عن نازنين وعدم استخدامها كورقة مساومة. أفادت منظمة
هانكاو لحقوق الإنسان بتعرض 13 ناشطا إيرانيا للتعذيب بمنطقة سانندج عاصمة محافظة كردستان في إيران. بيان للمنظمة نقله موقع إيران انترناشونال أوضح أن السلطات الإيرانية تحاول انتزاع اعترافات قسرية من المعتقلين بأنهم قتلوا أحد أعضاء البسيج ويرتبطون بالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أو اعتقلت عنصرين من تنظيم داعش في ريف الحسكة، وصدرت وثائق ومعدات تقنية ومستندات كانت بحوزتهما. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاعتقال جاء بعد عملية أمنية نفذتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بمنطقة تل الجاير في الريف الشرقي لبلدة الشدادي والتي كانت يختبئ بها العنصران. وتأتي العملية بعد يوم من محاولة اغتيال قائد جهاز الأمن العام بقوات سوريا الديمقراطية ومرافقيه في تل حميس بريف الحسكة. في لبنان أكد وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي للحدث أن انتقاد ميليشيات حزب الله لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار يؤكد أن الأخير يمضي في الاتجاه الصحيح نحو معرفة المتورطين في الانفجار والحقيقة التي تحاول ميليشيات حزب الله إخفائها. اليوم مجرد ما أنه هو بلش يتجه نحو الهدف لا يقدر يعني لمح يعني من خلال إجراءاته عطى إشارات أنه بالاتجاه الصحيح نحو كل إنسان متورط في هذه القضية وتشعر حزب الله اللي هو مورط بهالقضية أنا بريء على الأقل باستخدام النترات وإشراف عليها وحمايتها بالمرفأ والإشراف على توزيعها. اليوم للأمانة هو عم يعمل عملية استباقية قبل ما يطلع قراره الاتهامي، لأنه فعلا هو من الشجاعة ما يكفي ليسمي الأمور بأسمائها. اليوم عملوا هجوم عليه بهالمعنى هذا الحي، واليوم أصر على ضرورة حماية طارق بيطار وعائلته. اليوم الجيش اللبناني مشكورا عطى حماية إضافية، إنما أنا برأيي غير كافية، يجب أن يحمى لأنه فعلا حياة اللي رايح الاتهام أو الشك باتجاهه هو مجموعة من الإرهابيين والمجرمين اللي بيقتلوا الأبرياء. إذا صوت حر عم يقتلوه، أنا برأيي إذا كان قاضي رايح باتجاه إدانة حزب الله حكما حيوصل لهون، أنا بقناعتي أنا برأيي يجب أن يحمى القاضي خوفا على حياته وعلى إذا بدك قدرته على أن يكمل مشواره ضمن قناعات. وحول تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله بشأن عدم معرفة ميليشياته بما يجري بمرفأ بيروت، أكد ريفي أن لدى ميليشيا حزب الله حضور ونفوذ مباشر بالمرفأ، وتتحصل على رسوم لإخراج الحاويات من دون رسوم جمركية أو تفتيش. كل اللبنانيين بيعرفوا أنه كيف مربع جمركي لحزب الله بالمرفأ بيروت كان في مربع أمني لحزب الله بأرمافة بيروت. هذا الكلام لا ينطوي على أحد نهائيا، مثل إنسان عم يحاول يغش حاله تماما. واللي بيعرف أنه بمرفأ حيفا ماذا يوجد، الأولى في أنه يعرف مرفأ بيروت ماذا يوجد وعنده حضور مباشر. وكل اللبنانيين على الأقل حاعطيك مثال، أي تاجر لبناني عنده كونتينر بمرفأ بيروت بيدفع كان 5000 دولار لحزب الله، يخرج الكونتينر دون رسوم جمركية وبدون تفتيش وبدون أي شيء وبيوصلوا له محل ما بده. اللي عنده هالنفوذ هذا أنا برأيي نعم لا يمكن أن يكون لا يعرف ماذا يوجد في مرفق غيره. وزير العدل اللبناني الأسبق أضاف للحدث أن السلطة المحلية منبطحة أمام ميليشيا حزب الله ولا يمكن المراهنة على استقامتها أو سعيها نحو العدالة. السلطة القائمة حالياً سلطة منبطحة أمام حزب الله، وسلطة جاء بها حزب الله إلى مواقعها عشان هيك تدين بالولاء وتدين بفاتورة كبيرة لحزب الله. ما فيك تراهن على استقامته وعلى إذا بدك سعي الحسيس للعدالة. بالمقابل الشعب اللبناني بأغلبيته أكيد بدون جمهور حزب الله الحياة للأمانة بأغلبيته السنية والمسيحية والدرزية ومن إخواننا الشيعة كذلك الأمر اللي هن مجردين ولو وطنيين لبناني مش عملاء لإيران، أنا برأيي حياة للأمانة حتكون حكما في إدانة للكلام هذا. وكأنه إذا بدك برجع بأكد تماما كاد المريب أن يقول خذوني، مثل ما فعل السوريين وحزب الله يوم اغتيال رفيق الحريري، طلبوا إذا بدك إخلاء مسرح الجريمة قبل مرور 24 ساعة على الجريمة بعكس كل القواعد يعني التعامل مع مسرح الجريمة. اليوم كانوا عم يشيروا على دورهم، اليوم حزب الله كأنه عم بيقول أنه أنا نعم معني فيها وكلنا مقتنعين تماما أنه هو معني بهالجريمة هاي.
في الجزائر اتهم رئيس عبد المجيد تبون اطرافا بسعي لضرب لحمة الجزائريين والمساس بالقوات المسلحة. تبون اوضح في مقابلة مع صحافة الوطنية ان الجيش هو العمود الفقري للدولة والضامن دستوريا لها. الجيش هو العمود الفقري تاع الدولة، معروف الجيش، ومش من اليوم، لأن بلاد ثورية والجيش سليل جيش تحرير الوطني، هو أساس، هو المحرر، هو الضامن ودستوريا، وحتى من خلال إعلان أول نوفمبر الناس يمسوا الجيش باش ينحي لك الحماية، لأن عارف باللي اللحمة وضمان اللحمة تاع الجزائريين في كل الميادين هو الجيش. لما تكون أزمة تاع ناس يبغوا يمسوا الوحدة الوطنية هذه ما يتصدر لهم إلا الجيش. وأضاف الرئيس الجزائري أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، لكن يد المساعدة ممدودة، وأوضح أن تونس قادرة على حل أزمتها بمفردها، وأن الجزائر لن تقبل بأن تمارس جهات خارجية ضغوطا على السلطات التونسية. من طبع الجزائري كفرد ولا كوطن ما نحبوش لي يدخل لنا في مشاكلنا الداخلية، حتى ما نقدرش أنا ندخل في مشاكل الداخلية نتاع شقيق تونس، شقيقة تونس أولا. ثانيا يد المساعدة ممدودة لشقيقة تونس في السراء وفي الضراء، وإحنا مع تونس في السراء وفي الضراء، وتونس تحل مشاكلها بنفسها وقادرة تحل مشاكلها بنفسها بدون ضغط، ما يضغط عليها حتى واحد، وإحنا ما نقبلوش باش يضغطوا عليها الناس مهما كانوا. وبشأن ليبيا، قال الرئيس الجزائري أن الحكومة الليبية تعرف أن الجزائر سند لها دون أن تكون لها أطماع في ليبيا. ليبيا هم الليبيين كل يقولوها، الأخ دبيبة ولا الأخ المنفي، رئيس المنفي من يستقبلناهم كل يعني يحسوا بنوع من الارتياح لما يجوا الجزائر، ما كان خلفيات، ما كان كذا، ما كان، وعارفين باللي الجزائر سند لهم في كل الظروف، والبلد الوحيد اللي ما عنده حتى أطماع. وفي تونس أشاد الرئيس قيس سعيد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حفظ أمن التونسيين واستقرار بلادهم، وأضاف أن الجيش والأمن يصنعان تاريخا جديدا في تونس. بارك الله فيكم، وشكرا لكل قواتنا المسلحة على وقوفهم في كل مكان، قواتنا المسلحة العسكرية وقواتنا المسلحة الأمنية، هم في هذه الأيام يصنعون التاريخ، يصنعون تاريخا جديدا لتونس، ويفتحون آفاقا أرحب وأرحب. وأنا سعيد بوجود قواتنا العسكرية، وسعيد بأن من بين، نحن نتحدث إلى رجال الجيش ولكن إلى نساء الجيش، هذا دليل على أن كل الشعب التونسي يقف على جبهة واحدة، وحتى لا تكون تونس لعبة سائغة أو لقمة سائغة أو دمية يحركها البعض. وسنخلص تونس من كل الأدران التي علقت بها، وسيكون التونسي مرفوع الرأس حيثما حل. في السودان، دعا عضو مجلس السيادة السوداني صديق تاور لتكثيف الانتشار الأمني في غرب كردفان وزيادة عدد قوات الشرطة وآلياتها لتتمكن من أداء واجبها ومنع انتشار السلاح. دعوة تاور جاءت خلال ترأس اجتماع أمني للجنة الأمنية بولاية غرب كردفان، حيث طالب بضرورة تشكيل نقاط انذار مبكر من القوات النظامية للإسراع في إنهاء التوترات قبل انتشارها، وتشكيل لجنة فنية لترسيم الحدود في المناطق المتنازع عليها. أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على السودان لفيضان نهر النيل وتضرر آلاف المنازل،
من جهتها توقعت وزارة الري السودانية ارتفاع منسوب النهر في الأيام القادمة. وفي مصر أعلنت وزارة الري الاستعداد لمواجهة تبعات الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات. أمطار غزيرة ضربت العاصمة السودانية وعدة ولايات أخرى، ما شل بعض شوارع الخرطوم بفعل المياه المتراكمة. واستمر هطول الأمطار ليلة السبت وصباح الأحد، وهو الأمر الذي أدى لتضرر آلاف المنازل وحدوث فيضانات في ظل ضعف أنظمة تصريف المياه. الليلة صحينا بالمطر دي من الصباح ولقينا الموية واقفلين قدام الباب. معروف موسم الخريف بالنسبة للعاصمة، بعدين الناس المفروض تستعد للخريف ده لأنه معروف. وقالت وزارة الري في تقرير لها إن معدلات النيل في العاصمة الخرطوم تجاوزت منسوب الفيضان ب 36 سنتيمترا، مع توقعات بارتفاع المنسوب خلال الأيام المقبلة. ودعت الوزارة المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة. وفي مصر عقدت وزارة الري اجتماعا لمتابعة إيراد نهر النيل وتأثير الأمطار الغزيرة والسيول مع تزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي. وقال الوزير محمد عبد العاطي إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، ورفع الاستنفار بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال التنسيق بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم. النشرة انتهت مشاهدينا، إلى العناوين. الدفاعات السعودية تعترض مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه خميس مشيط، والتحالف يؤكد تعمد الميليشيات استهداف المدنيين. الرئيس اليمني يرحب بتعيين المبعوث الأممي الجديد ويدعو الحكومة إلى التعاون وتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام. القوات العراقية تحبط خلال أسبوعين نحو 20 هجوما على أبراج الكهرباء، والكاظمي يدعو لإجراء الانتخابات في موعدها. رئيس الجزائري يتهم جهات بالسعي لضرب وحدة الجزائريين ويؤكد وقوف بلاده إلى جانب تونس وليبيا. إذن مشاهدينا، المزيد من الأخبار تجدون على منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنكم التفاعل معها. إلى اللقاء. تحديات أمنية واقتصادية وسياسية واحتجاجات شعبية طالبت بالتغيير، تحالفات وائتلافات، توترات وخلافات، وأكثر من 40 مليون عراقي ينتظرون الحلول والفرص. كل ما يخص الانتخابات العراقية من تحليل ورصد ومتابعة وقراءة للواقع العراقي بكل تفاصيله. الانتخابات العراقية كل سبت وثلاثاء السابعة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. قبل كل شيء نبحث وندقق، ننظر للمشهد من مختلف الزوايا، نحلل تفاصيله، نتعمق لنرى الحقائق، لنكشف كل ما يدور من حولها، نربطها بأحداث مختلفة. تمتد من الماضي، ترسم الواقع وتنعكس على المستقبل. نعيد الشريط من أوله. تكتمل الصورة. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الحدث. الحدث هنا مكانه وزمانه.
الدفاعات السعودية تعترض مسيرتين مفخختين أطلقت تجاه خميس مشيط، والتحالف يؤكد تعمد الميليشيات استهداف المدنيين. القوات العراقية تحبط خلال أسبوعين نحو 20 هجوما على أبراج الكهرباء، والكاظمي يدعو لإجراء الانتخابات في موعدها. رئيس الجزائري يتهم جهات بالسعي لضرب وحدة الجزائريين ويؤكد وقوف بلاده إلى جانب تونس وليبيا. أطيب التحايا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية. إذا اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة. وقال تحالف دعم الشرعية إن الهجوم يأتي في إطار استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد التحالف أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. في الملف اليمني أيضا، رحب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيين المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غراندربرغ، مؤكدا ضرورة تعاون الحكومة معه لتسهيل مهامه وتعزيز فرص السلام المبنية على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها والمدعومة محليا وإقليميا ودوليا. وأكد الرئيس اليمني خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني رفض التجربة الإيرانية من القيادة والشعب اليمني بشكل مطلق، كما أشاد الرئيس هادي بالموقف السعودي الثابت في الدفاع عن الشرعية اليمنية. وشدد الرئيس اليمني على الرغبة الدائمة نحو السلام والتجاوب من قبل الشرعية مع جميع المبادرات الرامية لحقن الدماء وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. ودعا الرئيس هادي إلى ضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ليسهم في توحيد الجهود لمعافاة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني. في العراق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة إحباط هجمات كانت تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين. وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لتلفزيون الإخبارية العراقي إحباط 18 محاولة لاستهداف أبراج الطاقة خلال تلك الفترة. احنا احبطنا اكثر من 18 عملية استهداف لأبراج الطاقة الكهربائية، وكان استهدافهم ضمن مناطق ممنهجة ومعينة، ولكن جهدنا الاستخباري والأمني استهداف نووي عملنا بالضبط تمكننا من إيقافها. في بعض الأحيان يتمكن مثل ما ذكر للوصول للهدف ولكن هناك بعض المناطق هو ليس تبرير الحقيقة هذه المناطق تكون إما جغرافيتها صعبة جدا، يختار التنظيم الإرهابي أن يذهب في مناطق يوجد فيها البرج، في مناطق صعبة أن تصل إليها القوات. عالجناها بالكاميرات الحرارية، عالجناها بالمراقبة، وعالجناها أيضا بالكمائن الليلية وكذلك الكمائن التي توزع في أوقات مختلفة، أيضا المراقبة الجوية المستمرة. أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية توقف خط لنقل الطاقة في نينوى نتيجة تعرضه لعمل تخريبي. وأوضحت الشركة في بيان أن خط شرق الموصل سد الموصل توقف نتيجة تفجير عبوة نسفة على أحد الأبراج، ما أدى إلى إضعاف أو ضعف في تجهيز الطاقة في عموم محافظة نينوى. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في أكتوبر المقبل. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن الكاظمي شدد خلال لقائه عضو مجلس النواب عدنان الزرفي على أهمية توفير متطلبات الدعم للمفوضية العليا للانتخابات وبقية الأجهزة المعنية للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها. كما بحث الجانبان عددا من القضايا إضافة إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة.
رحب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بمغادرة إحدى وحدات قوات التحالف وعودتها إلى قواعدها في الكويت. وأشار الأعرجي إلى أن الخطوة جاءت استجابة لمخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة. الأعرجي أوضح في تغريدة له أن العراق يرحب بمغادرة قوة الأفق التابعة لقوات التحالف الدولي وعودتها إلى قواعدها في الكويت، وبين أن الخطوة هي تأكيد لما تم الاتفاق عليه والتزام ومصداقية للطرفين. تنطلق اليوم في ستوكهولم محاكمة الإيراني حميد نوري والمتهم بالتورط في مجازر لتصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق في إيران. وفقا للادعاء السويدي فقد تم اتهام أو اتهم المدعوون العامون السويديون نوري بارتكابات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار. حميد نوري تم توقيفه في نوفمبر من العام 2019 في ستوكهولم. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة افتراضية لمناقشة أمن الملاحة البحرية. هذه الجلسة تعقد بطلب من الهند التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر، ويديرها افتراضيا رئيس الوزراء الهندي. حمل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت الدولة اللبنانية والجيش مسؤولية ما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأكد أن إيران تشكل خطرا واضحا على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي. حفل تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران حمل رسائل للإقليم والعالم سرعان ما ترجمت على الأرض. فالهجوم على السفينة ميرسر ستريت أعاد للواجهة التهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية في المنطقة. الهجوم على السفينة التي يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي بطائرات مسيرة حملت إسرائيل ودول كبرى مسؤوليته لإيران. إسرائيل حملت إيران أيضاً مسؤولية ما جرى من إطلاق صواريخ كاتيوشا من جنوب لبنان على إسرائيل. بدورها تل أبيب تتحضر لرد ملغوم حسب توقيتها، ووجهت رسائل تحذيرية في عدة اتجاهات من على منبر الحكومة، حيث حمل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت الدولة اللبنانية والجيش مسؤولية ما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق النار تجاه أراضيها، ولا يعنيها إذا كانت منظمة فلسطينية هي التي تطلق النار أو غيرها. بنت صعد لهجته أكثر ضد إيران، معتبراً أنها تشكل خطراً واضحاً على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي، ويجب أن تدفع ثمن الهجوم على سفينة ميرسر ستريت. تصعيد إقليمي سمع صداه في بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي الذي دان بأشد العبارات الهجوم على سفينة ميرسر ستريت، وأكد أن جميع الأدلة تشير لإيران، مضيفاً أن تلك الأفعال المتهورة الأحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، ويجب أن تتوقف لضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي. في لبنان أكد وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي للحدث أن انتقاد ميليشيات حزب الله لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار يؤكد أن الأخير يمضي في الاتجاه الصحيح نحو معرفة المتورطين في الانفجار والحقيقة التي تحاول ميليشيا حزب الله إخفائها. اليوم مجرد ما أنه هو بلش يتجه نحو الهدف لا يقدر يعني لمح يعني من خلال إجراءاته عطى إشارات أنه بالاتجاه الصحيح نحو كل إنسان متورط في هذه القضية، وتشعر حزب الله اللي هو مورط بهالقضية أنا بريء على الأقل باستخدام النترات وإشراف عليها وحمايتها بالمرفأ والإشراف على توزيعها، اليوم للأمانة هو عم يعمل عملية استباقية قبل ما يطلع قراره الاتهامي، لأنه فعلا هو من الشجاعة ما يكفي ليسمي الأمور بأسمائها، اليوم عملوا هجوم عليه بهالمعنى هذا. وحول تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله بشأن عدم معرفة ميليشياته بما يجري بمرفأ بيروت، أكد ريفي أن لدى ميليشيات حزب الله حضور ونفوذ مباشر بالمرفأ، وتتحصل على رسوم لإخراج الحاويات من دون رسوم جمركية أو تفتيش. كل اللبنانيين بيعرفوا أنه كيف مربع جمركي لحزب الله بالمرفأ بيروت
كان في مربع أمني لحزب الله بأرمافة بيروت، هذا الكلام لا ينطوي على أحد نهائيا، مثل إنسان عم يحاول يغش حاله تماما، واللي بيعرف أنه بمرفأ حيفا ماذا يوجد الأولى فيه أنه يعرف مرفأ بيروت ماذا يوجد، وعنده حضور مباشر، وكل اللبنانيين على الأقل حأعطيك مثال، أي تاجر لبناني عنده كونتينر مرفأ بيروت بيدفع كان 5000 دولار لحزب الله، يخرج الكونتينر دون رسوم جمركية وبدون تفتيش وبدون أي شيء، وبيوصلوا له محل ما بده. اللي عنده هالنفوس هذا أنا برأيي نعم لا يمكن أن يكون لا يعرف ماذا يوجد في مرفأ بيروت. في الجزائر اتهم الرئيس عبد المجيد تبون اطرافا بالسعي لضرب لحمة الجزائريين والمساس بالقوات المسلحة. تبون اوضح في مقابلة مع الصحافة الوطنية ان الجيش هو العمود الفقري للدولة والضامن دستوريا لها. الجيش هو العمود الفقري تاع الدولة، معروف الجيش ومش من اليوم لانها بلاد ثورية، والجيش سليل جيش التحرير الوطني، هو اساس، هو المحرر، هو الضامن دستوريا، وحتى من خلال إعلان أول نوفمبر الناس يمسوا الجيش باش ينحي لك الحماية، لأن عارف باللي اللحمة وضمان اللحمة تاع الجزائريين في كل الميادين هو الجيش. لما تكون أزمة تاع ناس يبغوا يمسوا الوحدة الوطنية هذه ما يتصدر لهم إلا الجيش. من طبع الجزائري كفرد ولا كوطن ما نحبوش اللي يدخل لنا في مشاكلنا الداخلية، ما نقدرش أنا ندخل في مشاكل الداخلية نتاع شقيق تونس، شقيق تونس أولا، ثانيا يد المساعدة ممدودة شقيقة تونس في السراء وفي الضراء، وإحنا مع تونس في السراء وفي الضراء، وتونس تحل مشاكلها بنفسها وقادرة تحل مشاكلها بنفسها بدون ضغط، ما يضغط عليها حتى واحد، وحنا ما نقبلوش باش يضغطوا عليها الناس مهما كانوا. وبشان ليبيا قال الرئيس الجزائري ان الحكومة الليبية تعرف ان الجزائر سند لها دون ان تكون لها اطماع في ليبيا. ليبيا هم الليبيين كل يقولوها، الاخ دبيبة ولا الاخ المنفي رئيس المنفي من يستقبلناهم كل يعني يحسوا بنوع من الارتياح لما يجوا الجزائر، ما كان خلفيات، ما كان كذا، ما كان وعارفين باللي الجزائر سند لهم في كل الظروف، والبلد الوحيد اللي ما عنده حتى أطماع. النشرة انتهت مشاهدينا، المزيد من الأخبار تجدونها على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم التفاعل معها.